من كانوا يدخلون على السنجار، من دخلوا على السنجار وعلى قريتي كان يقتلون الرجال ويأخذون الأطفال والنساء. يقتلون الرجال ثم يختطفون النساء والأطفال. إيه. أنا هم أخذوني دليت سنة منشهم يومهم. بالأول مرة أخذوني على الموصل، كان أكو قاعة كبيرة كان بها آلاف بنات مثلي وأصغر مني وأكبر مني بالعمر، كلهم إيزيديون. الاغتصاب الإيزيديات هن كانوا يعتبرون الإيزيدية كفار، وهن كانوا يقولون حلال علينا ناخذ ال 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 النساء الإيزيديات كسبايا ونقتل الرجال مالتهم. كيف يتم توزيع البنات والنساء على الرجال؟ اكو منهم اخذوهم عدت الاحفر، وهن هم اكو قاعه يجمعون بيهم ويفوتون يجون دواعش ويباعون ويختارون، كل واحد يختار واحدة وياخذوهم. كل امير، كل شخص منهم يختار واحدة او ايه؟ اكثر. اكو منهم ياخذون اثنين ثلاثة اربعة لخمسة كانوا ياخذوهم. عائلتي ابوي واخواني تنتين واعمامي وابن اعمامي هن رجال ضلوا بالقريه، قتلوهم بالقريه. والدتي اللي حد الان ما اعرف شنو مسيرها، صار 4 سنوات ونص ما اعرف عنها شيء. وعندي اخت هم مفقوده بالسوريا، هي واطفالها ثلاثه. يعني اختك واطفالها الثلاثه خدوهم على سوريا؟ أخذوا أختي كسبايا والأطفال أخذوهم منها. بياخذوا الأطفال منها؟ إيه. بيودوا الأطفال فين؟ الأولاد ياخذوهم على مقرات التدريب، على كانوا يعلموا عن السلاح وعلى الدين على مود يصيرون دواعش. طفل؟ إيه. ياخذوه يعني لو ذكر ياخذوه على معسكرات التدريب. ايه. ولو انثى، لو بنت؟ هو ياخذوه. اكو الصغيره اللي عمرها 9 سنوات كانوا ياخذوها هم سبايا، كانوا يغتصبوها. اكو امير هذا هم كان سعودي، اجى اخذني انا واختي ويا بعد. وايه اللي حصل لكم هناك؟ دلنا يومين بالمقر بالحلب، هو اغتصبني انا واختي ويا بعد. دي اول وقعة اغتصاب ليكي؟ ايه. هذا كان اول. اختك اكبر ولا اختك كم سنة؟ اكبر مني 25 سنة. 25 سنة، وانت ايه؟ وقتها كم سنة يا لميا؟ كنت 15. ايه. اغتصبكم انتوا الاثنين مع بعض؟ ايه، اغتصبنا وبعدين ضربنا وجابنا مرة ثانية، رجعنا على هاي القاعة، قال ما أريد أخذ واحدة ثانية. كان صعب حيل الاغتصاب. أول مرة كنت أريد أقتل نفسي، ما يغتصبوني، لأنه كان صعب حيل. بس ما طلع شيء بإيدي، هو كان بالدرب وكانوا يربطون البنات وكانوا يغتصبوهم. بعد كده كنت رجعوني على القاعة وما دليت بالقاعة، بس صار الليل وإجا أخذ أمير الديرة زور بالسوريا، إجا أخذني هم، اشتراني بوحدي مو مع أختي. بتتم عملية الشراء إزاي؟ هو بالبداية كان هدايا السبايا. هدايا؟ إيه، كل أمير ياخذ واحدة أو اثنين ثلاثة هدية، وبعدين هن كانوا بيناتهم يبيعون لبعض. يبيعوا البعض. ايه. بس انت حضرتي عملية بيع في سوق، هل هناك سوق لعمليات البيع؟ اكو سوق بالموصل، بالمحكمة الشرعية بالموصل كان اكو السوق، كان ياخذون الصور للبنات وكانوا يعلقون بالمحكمة الشرعية بالموصل ويحطون اسمهم ويحطون سعرهم، وكل واحد يفوت يشوف الصور، اي وحدة يعجبهم كانوا ياخذوهم. انت قعدتي في قبضة داعش سنة وثمان شهور. ايه. في السنة وثمان شهور وانت بتتعرضي للاغتصاب بشكل مستمر. للاغتصاب والبيع والشراء والتعذيب. طبعا انا دليت بالموسليم امير تبع تفخيخ السيارات والعبوات.
هو اخذني له بس اخذني على المقر تبعه تبع التفخيخ للسيارات والعبوات والحزامات وجبرني اشتغل ويا الدواعش اللي حتى اسوي العبوات والحزامات والسيارات. انهربت اني وصديقاتي تنتين من الحويجة حتى نوصل للكركوك للمنطقة الآمنة. كان بالليل الساعة 7 طلعنا للساعة 3-4 للصبح صديقتي انتعست على عبوة وانفجرت علينا. بعدها فقدت عيوني تنتين بعد ما اشوف شي ووجهي كان يحترق وناديت كتير وسيحت لحتى يجون احد ياخذني من كتر الوجع اللي بعيوني بوجهي. كنا انادي يعني بس اموت وارتاح.